عم نشوف طبعا عم نشوف المتسابق الاردني عمر الكخن. انا شخصيا سلطان عم بحسدها لسابين على القعده تحت، اجواء كثير كثير مثيره وكثير حماسيه، يعني ما بعرف كيف بدي اوصفها. هي فعلا في قلب الحدث، ولكن الجمهور كمان الان في قلب الحدث عن طريق برنامج دريفن، طبعا عن طريق ام بي سي اكشن، شايفين مع بعض كيف اداء عمر هنا، كيف الكليبنج بوينت كلها. ده جميل جدا من عمر الكخن، بيعمل يعني بيرسم التراك رسم ما شاء الله عليه. فايلر ايش هيكون اداء؟ لا 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 لا، انا بالنسبه لي عمر ولعها مظبوط، وخصوصا بالجزء الاخير تحكم رائع كان على الزفت وعلى الباطون اللي كثير